يعرف ابني وين من غزة هدول ولا من وين جايبين. ايش بده يكون شعوره؟ الله يرحمه نفسيتي بترتاح. انا هيك نفسيتي مش مرتاح. انه اطمن انه شهيد. اعرف يعني هو شهيد ولا اسير. بعرفش لحتى الان ولا ايش عنه. مش عارف. انا بقول احتمال ترفع. جوزي صار له 3 شهور مرضي. نشادت رحت على الصليب. رحت على ارض الانسان على جمعية وحطيت له محامي المعرفة عند اليهود ما ردوش علي لحتى الان. رحت شو اسمه على نقطة الطبية على الفاضي فيش مكان يعني احنا مش هنقدر نعرفهم عشان احنا يعني اليهود بيعرفوا اساميهم ليش ما عطونا اساميهم وطمنونا عليهم. كل يوم بنتي بتعيط عليه كل يوم بتقول يا ماما بابا وين بابا وين مش عارف ايش بدي احكي لها كل يوم بقولها ان شاء الله بيجي بابا.